من هوميروس إلى أفلاطون. ميلاد الفلسفة، الصعود العاصف للعلوم من كوبرنيك إلى نيوتن ومن غوتي إلى يونغ، في كتاب آلام العقل الغربي، مخاض الفكر الغربي منذ بداياته الأولى وحتى اليوم، لريتشارد تارنس. رحلة استثنائية في الزمان والجغرافيا، نستكشف خلالها إضاءات ومعارج الفكر الغربي منذ بداياته الأسطورية، مروراً بعصر الفلسفة وانتهاءاً بهيجل وكانت ويونغ. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب آلام العقل الغربي، العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.